توافدت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين منذ بزوغ الشمس إلى المصليات العامة في كافة مناطق مملكة البحرين لأداء صلاة العيد تأسيا بالسنة المطهرة الشريفة، والتي تعتبر أهم مظاهر العيد في المملكة لتعميق الترابط بين أفراد المجتمع من خلال الزيارات واللقاءات لتبادل التهاني والتبريكات. لبيك اللهم لبيك. على وقع تلك التكبيرات يحيي المصلين أول أيام عيد الأضحى المبارك في كافة مناطق مملكة البحرين بمختلف المصليات العيد الرسمية، ويقف الجميع على قلب رجل واحد جنبا بجنب يدعون الله عز وجل أن يمن عليهم بالخير وأن يفيض الله عليهم من بركاته، راجين أن ينالوا ما نال الحجاج من واسع رحمته. فالصلاة في المصليات هي سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك الناس يعني يحرصون على الحضور في المصليات مع وجود وتوفر العديد من الجوامع والمساجد المهيئة والمكيفة، ولكن تلبية لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ورغبة في زيادة في الازدياد من الأجر، لذلك الناس يحرصون على الصلاة، حضور الصلاة، صلاة العيد في مصلى العيد. تآلف بين القلوب واجتماع جمع الكبار والصغار داخل هذه المصليات لإحياء سنة مصلى العيد بكونها تقليد سنوي وعرفا اجتماعيا جامع لكافة شرائح المجتمع. والله يعني هو يفضل أن تكون صلاة العيد تكون في الخارج يعني افضل، فهي يعني من عاداتنا وتقاليدنا، يعني من صغراتنا دائما كنا لحنانية ومنطقه الرفاع هني ونصلي صلاه العيد ونكون برا، يعني فمتعودين ان نصلي برا مو متعودين ان نصلي داخل المساجد في صلاه العيد. طبعا مصليات العيد يعني هذه من ابهى صور العيد، ان يعني الناس تتوافد الى مصليات العيد، ويعني الطعم لها طعم خاص، يعني ان ما يكون يعني الواحد اذا ما يصلي العيد ما يحس بالعيد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا ويحرص المواطنون والمقيمون على استغلال هذه المناسبه لتعميق الترابط والاخوه واستمرارا لنهج التواصل فيما بينهم من خلال الزيارات واللقاءات في مشهد يعكس مدى ترابط المجتمع البحريني ووحدته الجامعة. المسرة شقت طريقها نحو قلوب المشاركين بصلاة عيد الأضحى المبارك، وارتسمت الابتسامة بوجه هؤلاء الناس كافة، ولسان حالهم يقول كل عام وأنتم بخير. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.